بسم الله الرحمن الرحيم. أول الفيديوهات المختصرة في علم المناعة، هنبدأ بتعريف المناعة نفسها. بالنسبة لتعريف كلمة الميونيتي أو المناعة، هي جاية من كلمة لاتينية معناها إميونس، ومعناها الإكسيمشن فروم ميليتري سيرفيس تاكس بايمنت أور أذر بابليك سيرفيس، أو بالمعنى العربي أو المصري عندنا اللي الإنسان ده محصن عنده حصانة. في علم الطب أو البيولوجي، هي قدرة الجسم إن هو يدافع عن نفسه ضد الأمراض الناتجة من الميكرو أورجانيزم أو الأجسام الغريبة. The ability of the body to defend itself against disease-causing organisms or antigens. الدياجرام ده بيوضح العلاقة أو المعركة بين الجسم وبين الباثوجين. Body versus pathogen. إزاي الجسم بيدافع عن نفسه ضد الأعداء وهي الميكروبات؟ يوجد ثلاث خطوط للدفاع أو ثلاث خطوط حصن الجسم بيدافع عنه against الميكرو أورجانيزم. أول حاجة بيسمى the first line of defense، وده هنتكلم عليه بالتفصيل. ان الخط الاول ضد العدو ان هو يمنع اختراق الجسم. بعد كده لو فشل الخط الدفاع الاول، بيبدأ الجسم بيتحرك جهاز المناعي لخط الدفاع الثاني، واذا خط الدفاع الثاني فشل بيبدأ يتحرك للخط الدفاع الثالث والاخير. عادة الخط الدفاع الاول والثاني ده بيبقى خطوط عامة نون سبيسيفيك، وبتبقى انيت وراثية وملهاش علاقة بالمايكرو اورجانيزم. اما الخط الثالث بيكون اكثر زي القوات الخاصة كده، بيبقى اكثر سبيسيفيستي، بيختلف حسب الميكروب او حسب الانتيجين. هننتقل بعد كده على مفهوم علم المناعة. What is the immunology؟ الإيمينولوجي ده برانش من البيولوجيكال ساينس، بيتطرق لدراسة الجهاز المناعي وعلاقته مع الانتراكشن مع الباثوجين. الجهاز المناعي ده بيبقى فيه جزء منه مولوكولر وجزء منه سيلولار كومبوننت، وده زي ما احنا قلنا في السلايد قبل كده، في جزء منه زي الفيرست والسكند لاين اوف ديفنس بيبقى نون سبيسيفيك وبيسمى انيت immunity. والنوع الثالث اللي احنا قلنا عليها القوات الخاصة، ده بيبقى acquired او adaptive، وده بيختلف حسب الباثوجين او الانتيجين، فبيعتبر specific immunity.